بسم الله الرحمن الرحيم. من أمام عمالة إقليم تازا، أنا الاسم ديالي المراب طارق، حاصل على الإجازة في القانون الخاص وعلى دبلوم ديال نجارة الألمنيوم، إضافة إلى مجموعة من الدبلومات من المدارس الخاصة، وأنا من مواليد مدينة تازا لسنة 1982. أنا كنشتغل بمؤسسة تابعة للتكوين المهني اللي هي مركز تكوين الفتاة في فن الطبخ والخدمات الفندقية كحارس أمن مع شركة خاصة. قضيت بهذا المركز حوالي 3 سنوات ونصف. أمس البارحة ديال الخميس 2/12/2016 تم الابتزاز ديالي من طرف المشغل ديالي، حيث طلبني بتقديم استقالتي إضافة إلى توقيعي على وثيقة كتبت بأنني خديت كامل المستحقات ديالي من أجر عطلة سنوية وعطل دينية ووطنية والراحة الأسبوعية وتعويضات عن الليل وما غير ذلك. هنا مني رفضت أن نوقع على هاد الوثائق، هاد السيد جبد واحد الورقة من عنده وقال لي شريف، بعض المصطلح شريف، الكونترا ديالك تسالت، سير عطيناش بارتساع. مني طلبته بالمستحقات ديالي والأجر ديالي اللي جري طوالك. لكن الغريب في الامر هي ان اداره التكوين المهني سكتت على هذه الخروقات هذه، وما حركت حتى شي ساكن، وما ضغطاتش على هذه الشركه اللي كتقوم بهذا الشيء. للاسف احنا الان في مدينه تازا اصبحنا نضطهد بجميع وشتى الاشكال ديال الاضطهاد، وهاد الناس هادو ما عرفناهمش فين باغيين يوصلوا بهاد البلاد. واش يريدون الفتنة أو ماذا يريدون؟ الله أعلم. وتحية نضالية لكافة الشعب المغربي ولكافة المقهورين.